السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ومساء الخير وحياكم الله، وإن شاء الله تكونون بخير وسعادة. في هذه الفيديو حبيت أني أتشارك معكم في عمل التيبل رانر اللي راح أسويه حق الطاولة اللي عندنا. فهذه شكل التيبل رانر اللي بنشتغل إن شاء الله مع بعض. هذه شكلة، طبعا مساحة التصوير عندي ما تكفي ان انا اصور التيبل رانر كامل، لكن لما اخلص منه راح تشوفون الشكل كامل في نهاية الفيديو ان شاء الله. طبعا انا اشتغلت هذه التيبل رانر بخيوط كوتون جولد، يعني احتاج لحق اشتغل فيه الى بكرة وشوي، لان اشتغلت 2 × 10 يعني صاروا 20 وحدة كامل. تمام، فتعالوا معاي خلونا نشوف شلون طريقة عمل هذه التيبل رانر، وان شاء الله تستمتعون معاي وتعطون وتجيبون تطبيقات حلوة لهذه المفرش. حياكم نشوف مع بعض شلون نسوي. انا راح اشتغل معاكم هذه المفرش بخيوط كوتون جولد مع سنارة رقم 3. فبنبتدي اول شيء نشوف شلون طريقة الوحدة المربعة. بسوي الحلقة السحرية، او ممكن ان انا اسوي 5 سلاسل واقفلهم بمنزلقة وبعدين ارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. هذه 4 سلاسل انا بعتبرها هي اول قرزة عمود اشتغلتها في السطر، وطبعا لانها ارتفاعها 4 سلاسل فبيكون عمود بلفتين، وبعده بشتغل 2 عمود بلفة، هاي 1 بلفتين، هاي 1 وهذه عمود بلفتين الثاني، وبعدها بشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. ونفس الشيء بسوي الحين هني، بسوي بعد لفة، دائما اخذ لفة، اخذ لفتين وادخل في الحلقة واسوي 3 عمود بلفتين، هاي 1 هذه 2 وهذه 3 وبعدها 6 سلاسل، 4 5 6. بعدين ارجع اكرر اسوي بعد 3 عمود بلفتين، هاي 1 2 3 يعني 1 2 3 4 5 6 سلاسل، وهذه آخر الحين مجموعة من الأعمدة بسويها بعد 3 عمود بلفتين، هاي 1 2 لا لا هاي 1 نقفلة، بعدين 2 بعدين هذه 3. وطبعا عشان انهي الدور الاول ما راح اسوي بعد 6 سلاسل، راح اسوي 1 2 3 بعدين راح اسوي لفة واسوي عمود بلفة في وين؟ في رابع سلسلة من سلاسل العمود الاول او سلاسل الارتفاع، يعني بدخل فيه هاي 1 2 3 رابع سلسلة من فوق في اول عمود كونته بارتفاع السلاسل، واسوي فيه عمود بلفة بهاي الشكل عشان اصير انا في وسط الزاوية. اذا انا سويت الحلقة السحرية اشد خيطي عشان اقفل الدائرة اللي في المنتصف،
اذا سويته الخمس سلاسل وقفلتوها بمنزلقة خلاص، يعني ما يحتاج ان انتو تقفلون. الحين هذي صار السطر الاول عندي، السطر الثاني برتفع 1 2 3 4 سلاسل كأول عمود بلفتين في السطر. الحين بشتغل وراه 5 أعمدة في نفس المكان هني في حول العمود بلفة. هاي 1 2 3 4 وهذه 5. وطبعا مع الارتفاع مال اول عمود معناته بيكون عندي سويت 6 أعمدة بلفتين. الحين مباشرة بروح على الست سلاسل اللي وراهم وبشتغل ايضا 6 أعمدة بلفتين. هاي 1 2 3 4 5 و6. بعدها راح اسوي 3 سلاسل 1 2 3 عشان يصير عندي الزاوية، وارجع في نفس الفراغ في 6 سلاسل نفسه واشتغل 6 عمود بلفتين. هاي 1 2 3 4 5 6. وبكمل الزاويتين الباقيين بنفس الطريقة، بسوي فيهم 6 عمود بلفتين 3 سلسلة بعدين 6 عمود بلفتين وأرجع لكم مرة ثانية. طبعا سويت الزاويتين اللي قلت لكم عنهم، الحين باقي الزاوية اللي بديت فيها الشغل 6 أعمدة وما كملتها. طبعا هني في شغل الأعمدة في المكان الأضلع ما بيكون في سلاسل، يعني مباشرة بننتقل من الفراغ ذي للفراغ ذي بالأعمدة ما في سلاسل. الحين احنا هني وبنرجع حق الزاوية الأولى اللي سوينا فيها 6 أعمدة فقط، بروح مباشرة بدخل في الزاوية وبشتغل فيها 6 أعمدة اللي ما سويتهم في البداية. هاي 1 وكلها أعمدة بلفتين، وهذه 2 3 هاي 4 5 و6. هذه 6. طبعا احنا في الزاوية مشتغلين 3 سلاسل بس في هذه الزاوية ما راح نشتغل 3 سلاسل، راح اشتغل سلسلة واروح حق العمود اللي هني واشوف رابع سلسلة في العمود هني 1 2 3 4 هاي رابع سلسلة، باخذ لفة على سنارتي وبدخل في السلسلة الرابعة وبسوي نص عمود، غرزة نص عمود بهذا الشكل.
وصرنا في وسط الزاوية، فيطلع عندي الشكل السطر الثاني بهذا الشكل. الحين برتفع سلسلة وفي فراغ هني في الفراغ مال الزاوية بشتغل أول شيء 2 قرزة حشو، 1 وهذه الثانية في فراغ الزاوية، وبعدين على الأربعة أعمدة اللي ورا الزاوية بشتغل عليهم كل واحدة قرزة حشو مفردة. يعني هني على الارتفاع راح اشتغل 1 قرزة حشو، هذه الأولى، العمود اللي وراه بشتغل فيه الثانية، وبعدين بشتغل الثالثة، وبعدين بشتغل الرابعة، وآخر عمودين من 6 أعمدة راح أتجاهلهم. بعدين برتفع 1 2 3 4 5 وانتبه حق الخامسة أحط فيها ماركر أو أخلي صبي عليها، وبعدين أرجع أشتغل 1، يعني أكمل 10، 2 3 4 5، فخمسة مع خمسة صاروا 10. الحين راح أرجع على السلسلة الخامسة اللي هني حطيت يدي عليها، اللي هي بتكون السادسة من القرز اللي على السنارة، يعني بتكون سادس سلسلة من السنارة، يعني هني عديت 5، هذه السادسة، بشتغل عليها قرزة حشو الأولى، بعدين بشتغل على اللي وراها قرزة الحشو الثانية، واللي وراها راح اشتغل قرزة الحشو الثالثة، بعدين اسوي سلسلتين واترك. احنا اروح حق المجموعة الثانية من الاعمدة الستة، اترك اول 2، هاي 1 2 اتركهم وادخل في الثالث وابتدي اسوي قرز حشو، هاي 1، هذه 2، هذه 3، وهذه 4، وفي الزاوية راح اشتغل 2، 1 2، وبعدها راح اسوي 2 سلسلة، 1 2، راح اكرر معاكم هذه بعد مرة ثانية عشان تعرفون شلون سويتها، وبعدين بكمل بروحي. الحين سويت 2 حشو في الزاوية، 2 سلسلة، ارجع اسوي 2 حشو، 1 2، بعدها اروح على الاعمدة اشتغل على 4 منهم قرز حشو مفرد، هاي 1 اول حشوة، هذه 2 ثاني قرزة حشو، هذه 3 ثالث قرزة حشو، هذه 4 رابع قرزة حشو. الحين بشتغل 10 سلاسل وانتبه اركز على الخامسة، 1 2 3 4 5، هاي الخامسة، الحين اكمل 6 7 8 9 10، وارجع على الخامسة هني اللي حطيت يدي عليها واسوي فيها اول قرزة حشو، هاي قرزة حشو الاولى، اروح حق اللي وراها اسوي عليها قرزة الحشو الثانية، واللي عقبها بعد اسوي عليها قرزة الحشو الثالثة، بعدها اسوي سلسلتين، بعدين اترك هني العمودين من المجموعة الاولى اللي هني من الاعمدة، واترك العمودين من المجموعة الثانية اللي وراها من الاعمدة، واروح حق الثالث وابتدي اسوي الحشو، 1 2 3 4، والزاوية اسوي فيها 2 حشو، 1 2، بعدين 2 سلسلة، وبعدين 2 حشو، واكمل بنفس الطريقة وارجع لكم على نهاية السطر. طبعا الحين خلصت من السطر،
ورجعت حق أول زاوية اللي اشتغلت فيها 2 حشو فقط، راح أكملها أسوي فيها بعد 2 حشو، 1 2، والسلسلتين راح أستبدلهم بسلسلة وقرزة حشو فوق قرزة الحشو الأولى بهاي الشكل، فأكون صرت في وسط الزاوية الجديدة. طبعا بيكون هذه شكل الوحدة بعد ما أخلص من السطر الثالث، بيكون هذه شكل الوحدة. الحين نكمل بنرتفع حق السطر اللي وراه سلسلة، وبندخل في الفراغ مال الزاوية وبنسوي أول قرزة حشو في الفراغ. الحين الثلاث قرز التالية راح اشتغل على كل واحدة منهم قرزة حشو مفرد. هاي القرزة الأولى وهذه القرزة الثانية وهذه القرزة الثالثة، والثلاث قرز اللي وراهم راح أتخطاهم، يعني راح أتجاهلهم ما اشتغل عليهم. بعدها ارتفع 1 2 3 4 سلاسل، بعدين بروح في هذه الفراغ اللي هني، اللي هني الفراغ اللي فوق، بسوي لفتين وبدخل في الفراغ 5 سلاسل وبسوي فيه عمود بلفتين. 1 هاي العمود الأول، بعدين برجع بسوي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وأسوي العمود بلفتين الثاني. بعدين بسوي بعد 4 سلاسل، 4، بعدين أسوي العمود بلفتين الثالث. هاي 1 هاي 3، بعدها أيضا راح أشتغل 4 سلاسل، 1 2 3 4، وراح أسوي بعد عمود بلفتين الرابع والأخير في نفس المكان بهاي الشكل. بعدين بسوي 4 سلاسل وبترك أول 3 قرص حشو، 1 2 3، وراح أبتدي في الرابعة أسوي قرزة حشو مفرد، اللي وراها أسوي حشو مفرد، واللي وراها أيضا حشو مفرد. الحين بدخل في الزاوية اللي هي عبارة عن سلسلتين هني في ذي الفراغ، بسوي قرزة حشو سلسلتين، بعدين قرزة حشو في نفس المكان. الحين أشتغل لكم هاي الحركة مرة ثانية هني، وبعدين أكمل وأرجع لكم. الحين هني الثلاث قرز الحشو اللي ورا بعض راح اشتغل، يعني اللي هما اول قرص حشو في الظل، بدخل في الاولى بسوي قرزة حشو، والثانية بسوي فيها حشو، والثالثة بسوي فيها حشو، واترك الثلاث اللي وراهم ما اشتغل فيهم. بعدين برتفع 4 سلاسل، 2 3 4، اروح حق اسوي لفتين وادخل في 5 سلاسل اللي سويتهم في هذه المكان هني فوق، وأسوي فيها عمود بلفتين الأول. بعدين 4 سلاسل وعمود بلفتين الثاني في نفس الفراغ، أيضا 4 سلاسل، بعد عمود بلفتين الثالث في نفس الفراغ، 4 سلاسل، والعمود بلفتين الرابع في نفس الفراغ، وآخر 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعدين أروح حق القرز الحشو اللي هني، بقول هاي 1، هاي الأولى بتجاهلها، الثانية بتجاهلها، الثالثة بتجاهلها، وبدخل في الرابعة وبسوي أول قرزة حشو، وبروح في 5 بسوي قرزة الحشو الثانية، وبدخل في 6 وبسوي قرزة الحشو الثالثة. حين أنا هني وصلت حق الزاوية، فراق السلسلتين مال الزاوية، بسوي فيها حشو سلسلتين وبعدين قرزة حشو.
وبكمل باقي الأضلع بنفس الطريقة لين أوصل حق الزاوية الأخيرة. طبعا هذه بعد ما خلصت السطر وصلت حق الزاوية الأولى بشتغل فيها قرزة حشو، بدخل في الزاوية بشتغل قرزة حشو، ولازم أسوي سلسلتين، بس أنا بستبدل السلسلتين بسلسلة وقرزة حشو في القرزة الحشو الأولى اللي أنا اشتغلتها في السطر أو اللي سبق واشتغلتها في الزاوية. فبيكون عندي هذه الزاوية وهذه هني شبكت يعني قفلت السطر في الحشوة الأولى. فبيصير عندي شكل الوحدة بهذه الشكل، بيكون هذه شكل الوحدة عندي حاليا. طبعا الحين باقي بس السطر الأخير، السطر الأخير بنشتغل برتفع سلسلة وأيضا بدخل في فراغ الزاوية وبشتغل قرزة حشو، بعدها بشتغل حشو على الحشوتين اللي بعد، يعني أول حشوتين بعد الزاوية راح أشتغل على كل حشوة حشوة مفردة، يعني هاي واحد وهذه اثنين، بيبقى عندي هني اثنين حشو ما راح أشتغل عليهم شيء، راح أرتفع بثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة. فراق الأربع سلاسل الأول هذه راح أشتغل فيه فقط قرزة حشو واحدة، هذه قرزة حشو فقط، قرزة حشو في أول فراق بعد ما أشتغل ثلاث سلاسل أشتغل فيه قرزة حشو. الحين بروح حق الفراق اللي وراه الثاني اللي من بعد عمود بلفة، بشتغل أول شيء قرزة حشو، بعدها بسوي سلسلتين، بعدين بسوي ثلاثة عمود بلفة، واحد اثنين وثلاثة، بعدين سلسلتين وقرزة حشو في نفس الفراغ. صار معنا هاي الشكل. حين اسوي حشو في الفراغ اللي وراه برتفع سلسلتين وبسوي خمسة عمود في نفس المكان في نفس الفراغ، واحد اثنين ثلاثة أربعة بعدين خمسة، بعدها سلسلتين وقرزة حشو في نفس الفراغ. الحين انتقل حق الفراغ اللي وراه اسوي حشو، بعدين سلسلتين، بعدين ثلاثة عمود بلفة، واحد اثنين وثلاثة، بعدين سلسلتين وفي نفس الفراغ راح ارجع اشتغل بعد قرزة حشو، بعد اروح حق الفراغ اللي وراه واسوي بس في قرزة حشو، بعدين اسوي ثلاث سلاسل، بعدين هني اترك من هني اثنين حشو وادخل في الراب الثالثة اسوي فيها الحشوة الاولى، واروح حق الثانية اسوي فيها الحشوة الثانية، مباشرة بتيني الزاوية فراق الزاوية بدخل فيه بسوي حشو اثنين سلسلة وبعدين حشو. طبعا شوفوا شلون صار معي الشكل، هني صار معي بهذا الشكل، اسوي لكم اياه مرة ثانية. حين هني عندنا الاربعة قرز حشو، اشتغل في اول قرزتين هاي الاولى اشتغل فيها حشو والثانية بشتغل فيها حشو، والقرزتين الثنتين اللي وراهم اتجاهلهم. حين برتفع ثلاث سلاسل، حين هني عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة فراقات، الفراق الاول بدخل فيه بسوي فقط قرزة حشو بهاي الشكل، الفراق الثاني بسوي فيه حشو سلسلتين
ثلاثة عمود بلفة، هاي واحد اثنين ثلاثة، بعدها سلسلتين، بعدها قرزة حشو في نفس الفراغ. هذه الفراغ الثاني. الفراغ الثالث بدخل فيه بقرزة حشو، ارتفع سلسلتين، بعدها في نفس الفراغ بسوي خمسة قرز عمود بلفة، هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة وبعدين خمسة، بعدين سلسلتين وقرزة حشو في نفس المكان. هاي الفراغ الثالث. حين أروح الفراغ الرابع أدخل فيه بقرزة حشو، أرتفع سلسلتين، في نفس الفراغ بسوي ثلاثة عمود بلفة، هاي واحد هذه اثنين وهذه ثلاثة، بعدها سلسلتين وحشو في نفس المكان. وخلصنا من العمود الرابع. الحين بدخل في العمود خلصنا من الفراغ الرابع، الحين بدخل في الفراغ الخامس بس بقرزة حشو هاي الشكل. بعدين أسوي واحد اثنين ثلاثة سلسلة، وأترك أول قرزتين حشو، أروح حق الثالثة أسوي في الثالثة حشو، وفي الرابعة حشو، وخلاص وصلت الزاوية. الزاوية هنا عبارة عن سلسلتين، بدخل فيها حشو سلسلتين وبعدين حشو. أكمل بنفس النمط على باقي الوحدة وأرجع لكم مرة ثانية. وطبعا الحين خلصت، وصلت لنهاية السطر، بس باقي اني اسوي الحين الزاوية. طبعا احنا هني حين ما نحتاج ان احنا بعد نوصل عشان يعني السطر اللي بعده او شيء، لان هاي بيكون اخر سطر في الوحدة. فقط بدخل فيه فراغ الزاوية وبسوي قرزة حشو وبعدها سلسلتين ومنزلقة في أول قرزة حشو في السطر، أو أول قرزة حشو اللي سويتها في الزاوية بهاي الشكل. بعدين أسوي سلسلة أقفل بها الدور وأقطع الخيط بهاي الشكل، بحيث أني أنا أخلي الخيط شوي يكون طويل عشان أقدر أنظف القطعة. فبصير معاي الشكل النهائي لي الوحدة بهذه الشكل. خلنا أطلع الخيط برا بهذه الشكل. تمام. بعد ما أخلص من عمل الوحدة أشوف كم طلع معاي القياس مالها. هاي الوحدة كذي مربعة، أشوف كم قياس الوحدة، يعني بيكون قياسها تقريبا خمسة ونص، خمسة ونص انش، خمسة ونص انش، عشان انا بعرف ايش كثر انا احتاج عدد من الوحدات عشان اسوي المفرش اللي انا ابغي. طبعا انا مقاسات المفرش اللي ابغي هي 13 بوصة في 47 بوصة. وطبعا الوحدة طلع حجمها، يعني عشان يعني احسب الكمية اللي ابيها، يعني بيكون عندي هني 47 وكذي بيكون 13، وانا حجم هاي 5.5 في 5.5. تمام. يعني هاي حجم الوحدة.
فهنا بحسب على هالأساس، يعني بيكون عندي في هذه الجهة إذا بحسبها 5.5 و5.5 بتطلع معاي 11 بوصة، فبحتاج هني فقط 2 وحدتين. أما هني باقي المقاسات طبعا ما بحسب الحين، بس إنه على هذه الأساس أنتوا بتحسبون على أساس حجم الوحدة اللي عندك، بتحسبين حاجة يعني المقاس اللي انت تبينه. لكن انا علشان ابغي انه يكون المقاس عندي طايح من الجهتين، يعني من هذه الجهة يكون طايح ومن ذي الجهة طايح، فانا بلتزم هني بعدد 2، لكن هني بزيد احتمال وحدة او وحدتين من الجهتين، يعني بيكون هني بزيد وحدة من الجهة ذي ووحدة من الجهة ذي علشان يصير عندي المفرش طايح من الجهتين. تمام، بس الحجم الفعلي للمفرش هو 13 × 47، بس انا بزيد عليه. فبنشوف الحين مع بعض شلون نشبك القطع في هذه الوحدات. تمام.